على فكرة اتحاد الكورة عنده المباراة بتاعت الودية بتاعت كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو، وده ميعاد مقترح، واتحاد الكورة حتى الآن ما اداش موافقة نهائية لأن هو طمعان في المقابل المادي. المباراة هتبقى في سول في كوريا الجنوبية. ليه؟ هم عارضين الشركة 70,000 دولار، واتحاد الكورة عايز ياخد 120,000 دولار. دي أول حاجة. تاني حاجة، هو خلاص يعني السيد جمال علام رئيس الاتحاد فوض الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد بالملف ده، ويشوف يعني الأمور هتمشي لغاية فين. الكابتن إيهاب جلال طلب واتحاد الكورة لسه ما ادلوش أوكي، وأنا مستغرب يعني. الأهلي بيسافر الجزائر بطيارة خاصة، والزمالك بيسافر في أفريقيا بطيارة خاصة. وعلى فكرة ودي يعني مش هي، هو الأندية الكبيرة كده، ده بيراميدز بيسافر بطيارة خاصة. يعني الأندية الكبيرة والمؤسسات الكبيرة، وده حاجة تحسب للإدارات دي، لإدارة الأهلي وإدارة الزمالك وإدارة بيراميدز والناس دي، لأن هو بيوفر على الجهاز الفني واللاعبين. اولا بيضمن وقت كتير جدا بيتوفر، بيضمن كمان السلامه في ظل الفيروسات الكورونا والكلام ده، او اللي منتشر في اوروبا في افريقيا والحاجات دي، كل الكلام ده مهم. فالكابتن ايهاب جلال تجرأ وقال يا جماعه الخير، انا في ماتش اثيوبيا اللي في ملاوي ده عايز طياره خاصه. ده كلام، وانت اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز؟ ده انت حيالله منتخب مصر. فمغلبين الراجل لغايه دلوقتي، ما احنا بنناشد، نبعت مناشده، اكتبوا لنا يا جماعه كده مناشده للاستاذ جمال علام، والنبي عشان خاطر ما تخنقش الراجل، اديله طياره خاصه، فرحه مره يا عم، حاسسه انه طلب حاجه وعملتها له. يعني هو طلب مدرب مساعد زياده، قلت له لا، كان طالب ماتشات وديه، قلت له لا، لغايه ما جت موضوع الكوريا الجنوبيه هناخد فلوسه وبتاع، فماشي، طلب طياره خاصه وماله، مفيش مشكلة يعني، خش مع شركة مصر للطيران واعمل ديل يا عم، واقعد واتفق واتكلم وكده كده راعي معاك يعني، ظبط الدنيا يعني، مش صعبة يعني. وفرق الفلوس ما بين الطيران العادي والخاصة مش هتبقى كبيرة يعني، مفيش مشكلة. لكن الكابتن إيهاب نفسه في طيارة خاصة ومصمم على طيارة خاصة. من الحاجات اللي هي مهمة إن الكابتن إيهاب جلال قال لمساعدينه كده، اوعوا تتعاملوا مع المنتخب إنه منتخب أهلي وزمالك خالص. ودي فعلا قال لك المنتخب للمجتهدين. يعني ايه؟ في تراجع مستوى بعض اللاعبين في الفتره الاخيره، في لعيبه اساسيه ما فيهاش تهريج، يعني واحد زي حمدي فتحي لو مجهد انا هاخده واعمل له تدريبات استشفاء وكل حاجه، ما ينفعش استغنى عنه، او السوليه كده، او ممكن ترجع طارق حامد للمنتخب الله اعلم، يعني في لعيبه، او فتوح، يعني في لعيبه ما فيهاش تهريج، ما لهاش بدائل عشان تبقى عارف، ولا صلاح ولا المحترفين طبعا كده كده ما لهمش بدائل، لكن في لعيبه جوه، عبد المنعم، حجازي، الونش، كل دي لعيبه ما لهاش بدائل. وياسر ابراهيم دلوقتي حتى لو اللعيب مجهد او مستواه متراجع، اقعد معاه واشوف وارفع مستواه ازاي، وفي لعيبه ممكن تجيب لها بدائل. فقال لك لعيبه مش 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 حكم على المنتخب انه لازم لعيبه الاهلي والزمالك، لكن لازم برضه الذي يجتهد ويبقى افضل من لعيب الاهلي والزمالك او حتى بيراميدز اللي هو النادي الثالث على القمه دلوقتي او الثلاثه اللي في القمه، ياخد فرصته، والناس تحس فعلا ان المنتخب هو منتخب المجتهدين وليس حكرا على احد.